الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، البشير النذير والسراج المنير. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلقنا لغاية. هذه الغاية هي أن نعبده لا نشرك به شيئا، وأمرنا أن نعمر الأرض لا لنفسد فيها، وأن نصلحها لا لندمرها. وصدق الله العظيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذا الإعمار هو ما أمرنا الله عز وجل به ويسر لنا سبله. ونحن نرى أن الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالمنهج الذي رسمه الله عز وجل لنا وبينه لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، هو منهج الحياة التي نعيشها. مبني هذا المنهج على العدل وعلى المساواة وعلى الرحمة. فمن سار على هذا المنهج واستقام عليه كان من الصالحين المصلحين، ومن ترك هذا المنهج أضل وضل وانحرف وسرى مع الشياطين. وانظروا أيها الإخوة المؤمنون إلى ما نعيش فيه الآن وما نحن فيه. نحن نرى ونشاهد أمور يجب علينا جميعا أن نتضافر وأن نتعاون على تحقيقها وإحقاقها، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض لنتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. بعيدا عن المغرضين، بعيدا عن الذين لا يريدون للحياة نجاة ولا نجاح، بعيدا عن الذين انحرفوا إلى طريق الشيطان. وعلى ذلك هناك بعض الأمراض في المجتمع لا بد أن نحاربها، ولا بد من القضاء عليها، لأنها لا تؤدي إلا إلى الحقد وإلى البغضاء. وأن نعيش مع أناس تتضافر جهودهم على النهوض بل وعلى الصلاح والإصلاح. هذه الأمراض التي نعاني منها كثيراً، ومن سابق الزمان كان يعاني منها الكثيرون. وألخص لحضراتكم هذه الأمراض في ثلاث: الوساطة والمحاباة والرشوة. أمراض عضال لو فشت في أمة من الأمم
لأهلكتها ودمرتها وتخلفت بها، ولو حاربناها سادت المحبة وكان العدل وكانت المساواة وكان التقدم في كل نواحي الحياة. أما الوساطة فهي من قديم، والوساطة في ضياع الحقوق أو إعطاء إنسان ما لا يستحق وساطة ممقوتة. هناك وساطة محمودة ووساطة ممقوتة. أما المحمودة فهي المشروعة ليصل الإنسان إلى حقه ولو عن طريق الوساطة. لا يستطيع إنسان أن يصل إلى حق من حقوقه المشروعة وأنت تتوسط له لتعينه على الحصول على حقه، فهذه وساطة مشروعة وتسمى بالشفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تشفعوا تؤجروا، أو اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. شفاعة الإنسان لأخيه الإنسان ليصل إلى حقه، ليصل إلى ما يصبو إليه، شفاعة محمودة يرضى عنها الله عز وجل. وصدق الله العظيم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أنت مأجور عندما تأخذ بيد الضعيف ليصل إلى حقه، أو المحتاج لتصل إليه أو ليصل إليه ما يحتاج إليه، شفاعة محمودة توفق فيها وتؤجر عليها. أما من توسط لإنسان ليأخذ غير حقه أو ليصل إلى مكانة لا يستحقها، فهذه وساطة وشفاعة ممقوتة لا يرضى عنها الله عز وجل ولا رسوله. وصدق الله العظيم: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، نصيب أيضا. فالشفاعة في مجال قضاء الحوائج وإيصال الحقوق إلى أصحابها شفاعة يرضى عنها الله ورسوله. أما الشفاعة في غير ذلك، كأن تصل إلى غير حقك أو تأخذ حق غيرك، فهذه شفاعة ممقوتة. إننا بحاجة ألا أن نحاول البعد عن الوساطة، بخاصة في حدود الله المشروعة، كما حدث في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وروت السيدة عائشة أن امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت، وكانت من أشراف قريش، فأرادوا أن يكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسقط عنها الحد فلا تقطع يدها. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: لا يجرؤ على ذلك إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد، هو الذي يكلم فيها رسول الله وهو الذي يتجرأ على ذلك. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعة في امرأة سرقت، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ووجهه وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ سكلتك أمك.
إنه في من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم فعلوا ذلك فأهلكوا فهلكوا. كان من سرق فيهم الشريف تركوه، ومن سرق فيهم الضعيف أو إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ها هو ذا محمد رسول الله يقيم العدل ويحكم بالعدل، ولنا فيه أسوة حسنة. لا شفاعة في حدود الله ولا في أمر يغضب الله. وأما المحاباة فموضوعها طويل. المحاباة المجاملة بغير حق ليصل الرجل غير المناسب في المكان الذي نختار إليه المناسب، مجاملة. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمور المسلمين شيئا فأمر أحدهم أو فأمر واحدا منهم محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم والعياذ بالله. الذي يحابي إنسان في ولاية ما أو في منصب ما أو في موقع ما وهو ليس أهلا لهذا المنصب ولا لهذا الموقع مجاملة، لأنه يجب أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أمر رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، في هذا القوم من هو أرضى لله منه لأنه أكفأ أيضا، فعليه لعنة الله. وفي رواية: فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. وقد حذرنا الله من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنا تكون المحاباة في أمور لا نضع فيها الرجل المناسب في المكان المناسب. وما الذي يترتب على ذلك؟ أولا ضياع الحقوق وهلاك الأمة، لأنها ابتعدت عن تعاليم نبيها صلى الله عليه وسلم، وابتعدت عن أمر ربها عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ضياع للأمانة، فقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: متى الساعة؟ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث فمضى في حديثه، فقال بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ما قال فلم يجب، وقال بعضهم لم يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن الرسول لم يجبه على ذلك لأنه كره أن يجيبه، وإما أنه لم يسمع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من حديثه سأل عن الرجل السائل، فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، تسأل عن ماذا؟ قال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني أسند إلى غير أهله، منصب من المناصب في أمر ما من الأمور أو على طائفة أو في شركة أو في مؤسسة أو كذا، وسد لغير أهله يعني وصل إلى هذا المنصب من ليس أهلا لهذا المنصب، من ليس كفءا لهذا المنصب، إذا حدث ذلك فانتظر الساعة. أي ساعة ننتظرها؟ هل هي القيامة أم هي ساعة هلاك القوم الذين وسدوا الأمر لغير أهله؟ أميل إلى ذلك، إنها ساعة الدمار وساعة الهلاك التي وسدت فيها الأمة غير الأكفاء الذين هم غير أهل لما وصلوا إليه من مناصب. ونحن نعلم جميعا أن الإنسان الذي لا يعتبر كفؤا أو مؤهلا لمنصب ما من المناصب، إذ يولي هذا المنصب وهو لا يفهم فيه ولا يقدره ولا يستطيع أن يديره، فإنما تكون الخيبة، وإنما يكون الدمار، وإنما يكون الهلاك. إذن فانتظر الساعة، أي ساعة هلاك من ولوا أمورهم غير الأكفاء أو غير المؤهلين. ثم يأتي الموقف الثالث أو الداء العضال الثالث، داء الرشوة، وهي التي تفشت وانتشرت أيضا، وأخذ البعض يسمونها بغير اسمها، بعضهم يقول إنها هدية أقدم لفلان هدية، والآخر يقول إنها مكافأة أقدم لفلان مكافأة وغير ذلك، وإنها في جميع الأحوال رشوة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط بينهما الذي يأخذ من هذا ليعطي هذا، ملعون أيضا الراشي والمرتشي والرائش، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مطرودون من رحمة الله عز وجل. وقد فشت في المجتمع، يجب أن نحاربها بكل قوة وأن نضرب على يد آخذيها بيد من حديد، لأنهم يدمرون البلاد ولا يوفون بعهد الله، ولا يستطيع أحدهم أن يقف بين يدي الله عز وجل، وهو الذي يحاسبنا بالقسطاس المستقيم. إننا جميعا أيها المسلمون إذا نظرنا إلى آية واحدة من كتاب الله عز وجل لارتدعنا بها عن كل ذلك. اسمعوا أو استمعوا إلى قول الله عز وجل: ويل للمطففين. من هم المطففون؟ من هم المطففون؟ التطفيف زيادة طفيفة بسيطة، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. توعدهم الله بالويل وهو واد في جهنم والعياذ بالله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هؤلاء المطففون يطففون بعضا يسيرا أو أمر يسير، يطففون في الكيل والميزان، فما بالكم بالذين يتوسطون في الشر، أو ليصل إنسان إلى غير حقه، أو يحابون الناس أو يجاملون الناس، كالذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يكون حارسا على الصدقة وأن يجمع الصدقات، فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فاستنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك،
وقال هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ثم أهدي إليه؟ من غشنا فليس منا. نحن أيها المسلمون بحاجة إلى أن ننأى بأنفسنا بل وبمجتمعنا عن كل هذه الأمراض، لأنها أمراض تفشت في المجتمع وابتعد بها أصحابها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تعاليم الدين. وصدق رسول الله إذ يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن عدالة الإسلام تأبى أن يتخلق المسلمون بمثل هذه الأخلاق الذميمة، وأن ينحرفوا مثل هذه الانحرافات التي تهلك المجتمع وتهلك الأفراد بل وتضيع الدول والشعوب. إننا بحاجة أيها المسلمون إلى أن نضع نصب أعيننا العدالة فيما بيننا والمساواة فيما بيننا. والرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على ذلك في كثير من أحاديثه النبوية الشريفة، حضنا على عدم الغش وعلى البعد عن الوساطة والمحاباة أو المجاملة أو الرشا أو أن نأكل أموالنا فيما بيننا بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أمر من الله عز وجل. وأكل الأموال بالباطل له نواح كثيرة، من أهمها الرشا، وهو ما يسمى في الشريعة بالسحت. والسحت والعياذ بالله آكله في النار. وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فلنحاول أن نصل بأنفسنا إلى بر النجاة، وأن نتمسك بتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا لننجو من التهلكة ونصل إلى صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا ربنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لخير البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى أعدائنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.